باركت هذه الفكرة. لماذا؟ لأن هؤلاء في الواقع ويلحق يشكلون تحديا مخيفا على وجود الإسلام هنا وفي بلادنا وفي كل مكان. قبل أكثر من 20 سنة وكنت شابا يافعا في غضارة شبابي أطلقت كلمة هكذا. أنا كنت أقرأ لهؤلاء كثيرا وأقرأ لمرجعياتهم، فأدركت، قلت هؤلاء يزعمون أنهم يودون توحيد المسلمين على مذهب عقدي واحد ومذهب فروعي واحد، لكن ما يبدو أنه سيكون وسيحدث أنهم سيمزقون المسلمين إلى 4000 مذهب و4000 طريقة، وهذا ما حدث. والآن يأكل بعضهم بعضا. لو حدثتكم، وهذا كثير جدا يطول، كيف يكفر الآن بعضهم بعضا؟ نعم، هم وفي نفس الخط تقريبا، شيء عجيب. كيف يتهم التلاميذ أساتيذهم ومشايخهم بأنهم مرجئة وبأنهم ضلال في باب الاعتقاد بعد أن تتلمذوا عليهم ولهم زهاء 30 سنة، ثلث قرن؟ شيء غريب، لأن النفس كما وصفه شيخنا المرحوم محمد الغزالي نفس خبيث. هذا النفس نفس غير مبارك، نفس خبيث أيها الإخوة، يبث السم، يبث الحقد والكراهية بين أوساط المسلمين، الذي ينتظره أي مسلم عادي أيها الإخوة، أي إنسان يدخل مسجد لأول مرة، الذي ينتظره من إخوانه المسلمين أن يشعر بينهم بسكينة الإيمان وبحلاوة جو الأخوة، أليس كذلك؟ وبأنه بينهم ومعهم وبهم يكون أدنى وأقرب إلى الله تبارك وتعالى. لكن أنت حين تجتمع بهؤلاء أو يجتمعون بك، سبحان الله يا أخي، يحدث التباغض ويحدث التنافر، وترى تماما الترصد والترقب. يودون لو أخطأ الإنسان خطأ حتى في شبهة وليس في مسألة قطعية، حتى يهرعوا إلى وصمه بشتى أوصاف التكفير والتبديع والتشريك.